مثل مجلس وزراء. مجلس وزراء مهما كانت نوع السلطة تطلع بين أن تتجي غير نوع السلطة. النظام يتبدل، العقل يتبدل، المهم أدنى عمارة كلاسيكية التي تتحمل كل هذه التنقلات. فأنا من صممت على حاولت أن أسوي شيء كلاسيكي ثابت بدون ما أخذ بنظر الاعتبار تاريخ الأمة العربية وما أنجزت أو لم تمكن أن تنجز ولا آخره. هذه الخطوط بالنسبة لي لا تعني شيء ما على الناحية الجرافيكية، وإنما ممكن تفسيرها دجلة والفرات والأكراد والهلال الإسلام، هاي كلها تفسيرات بالوقت ما لها أهمية، والمهم هو الجرافيكية. فأنا قدمت ما لا يقل عن 10 بدائل، قلت لهم أنتم اتخذوا اللي تريدوا، أنا بالنسبة لي ما يفرق، أنا مصمم، أنا ما هذه الاختيار هو سياسي، المصمم ليس شخص سياسي، وإنما عنده موقف نحو الجرافيكية ونحو تطور الجرافيكية في الزمن. Next. شكرا. المحاضرة انتهت، ونرجو أن تستمتعون بالغداء اللي هسه راح يقدمه. شكرا جزيلا على الحضور، شكرا.